مساء الخير يا هاني. مساء النور. ممكن اقابل الدكتوره فاطمه؟ الدكتوره مش موجوده، لسه ما رجعتش من الشغل. مين حضرتك؟ انا اسمي جلال سلطان، الدكتوره تعرفني. يا ريت حضرتك تقولي لها ان انا عديت عليها. هبعد عليها مره تانيه. استنى، انا سامع احس رجلين طالعه، يمكن تكون هي. أهلا يا أستاذ جلال. أنا فكرت إنك تكوني في البيت دلوقتي، لكن يظهر تقديري كان متقدم شوية. طب اتفضل استريح. ملوش لزوم، هما كلمتين حوالهم ما مش على طول. هتتكلموا على السلم، ما يصحش يا أستاذ جلال، اتفضل. قهوة ولا شاي؟ ميرسي يا هاني. لا ازاي، ما يصحش. أو أريح. اتفضل. ايه اللي قفل الباب؟ يمكن الهواء. اتفضل اتفضل. طبعا شفت الشنطة. طبعا، وعرفت انها شنطتك اللي كانت ضايعه، لكن اللي انا مش قادره افهمه ايه اللي طلعها من دولابي ووصلها لك، وبعدين عايز ترجعها لي تاني. دي شنطه جديده خالص. لا، دي هي نفس شنطتك. صدقيني دي شنطه غيرها، اشتريتها بنفس المواصفات لما فكرت اقدمها لك هديه. هديه بمناسبه ايه؟ اعتبريها هديه اعتذار وترضيه. اعتذار عن ايه؟ من كل تصرفاتي معاكي من ساعة ما بنتك في الطيارة لحد دلوقتي. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. دكتورة، أنا كدبت عليكي، خصوصا في موضوع الشنطة. الشنطة ما كانش فيها أوراق مهمة ولا غير مهمة. أمال إيه الحكاية؟ أنا هعترف لك بكل حاجة علشان تفهم أنا عملت كل ده ليه. سعيدة يا ماما، يا أحلى ماما في الدنيا دي كلها. سعيدة مباركة يا حبيبتي. إيه؟ مالك مزقططة كده ليه؟ باركيلي يا ماما باركيلي، اسمي طلع في كشوف الناجحين، أنا بقيت مذيعة تلفزيون. والله مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي. فين الدكتورة عشان أفرحها معايا؟ هي لسه ما رجعتش؟ جت، بس عندها ضيوف في الصالون. ضيوف؟ ضيوف مين بقى؟ واحد اسمه الأستاذ جلال. بتاع الشنطة؟ الظاهر كده. شكله إيه ماما؟ شكله راجل زي بقيه الرجال. انا هدخل الصالون عشان اتفرج عليه. لا ما يصحش. ليه يا ماما؟ عايزه اشوفه. هم قافلين الباب ليه؟ الظاهر بيتكلموا في حاجه مهمه. انت تقعدي هنا اهوت لغايه ما اجيب القهوه واجي. يعني الحكايه دي كلها كانت من تدبيرك، ولا كان في قضيه لوالدتك ولا اوراق رسميه، كلها كانت تلفيق في تلفيق. ايوه، والدتي زعلت جدا لما عرفت باللي حصل، وصممت ان انا اجي عشان اعتذر لك واعترف لك بكل حاجه. ايوه بس انا مش فاهم ايه اللي خلاك تعمل كده. ارجوك تعفيني من اجابه السؤال ده. ليه؟ والدتي هي اللي هتقول لك، هي مصممه كمان انها تعتذر لك بنفسها. والدتك؟ وانا هشوف والدتك فين؟ في البيت، ولولا انها مريضه وملازمه الكرسي المتحرك كانت جت واعتذرت لك بنفسها. بالمناسبه هي عزمك الليلة ده على حفلة بسيطة عندنا في البيت. حفلة؟ حفلة ايه؟ انا مش فاضية. حفلة عيد ميلادي. كل سنة وانت طيب، بس يعني انا زي ما بقولك اني انا مرتبطة ومش فاضية. هي نص ساعة بس، نص ساعة هتتعرف على والدتي، هي كمان نفسها تشوفك. ارجوك ما تزعلهاش. حاضر يا استاذ جلال، بس نص ساعة بس لحسن انا مش قادرة اتأخر. براحتك، عدى عليك الساعة 8 يناسبك. كويس أوي. أختي نادية، الأستاذ جلال سلطان. أهلا وسهلا. تشرفنا يا أستاذة نادية. مبروك. مبروك على إيه؟ على الوظيفة الجديدة. شفت نجحتي وبقيت مذيعة في التلفزيون. أيوة، بس أنت عرفت إزاي؟ عصفورة عليكي. عصفورة؟ أنت بتنشي بتحكي ما قلتليش؟ ألف مبروك.
هتعملها يا دكتوره. ان شاء الله. القهوه يا استاذ جلال. بس يا هانم هشربها بعدين. هو ده البيت؟ الكلام اللي قلته لك عن جلال شيء طبيعي ان حضرتك تشهدي له لانك والدته. ايه يعني موافقه؟ على ايه؟ جلال عايز يتجوزك. مش معقول. ايه مش مصدقه؟ لا انا مندهشه. مندهشه من ايه؟ بس مش معقول يطلب يتجوزني واحنا لسه متعرفين ببعض من مده بسيطه. بس جلال اللي يعرفك من زمان. انا حضرتك بتتكلمي عن حد تاني. جلال ابني عايز واحدة مفيش غيرها. انت يا فاطمة. أكيد حضرتك غلطانة. احنا ما تقابلناش غير مرتين ثلاثة بس، ولحد دلوقتي احنا أغراب. واللي بتقوليه ده مستحيل. اوعي تقولي كده تاني. اوعي. اوعي جلال يسمعك وأنت بتقولي كده. اوعي. هيعمل إيه؟ هيعمل حاجات كتير. أنت ما تقدريش تتصوري إيه اللي يقدر يعمله جلال. يعمل اللي عايز يعمله؟ أنا ما بحبوش. Thank you.
كويسة قوي وفجأة مشيت واخدت كل موجودين وراها حتى انت وانا فضلت لوحدي. وديتها مريضة عندها صرع ولما بتحس ببداية الأزمة خصوصا لو زعلت بتلحق نفسها وتجري على اوضتها علشان محدش يشوفها في الحالة الرهيبة اللي بتبقى فيها. ومين زعلها؟ محدش يقدر يزعلها اللي موجودين كلهم من العيلة وهي كبيرة العيلة. مين يزعلها؟ أنا. أنتي؟ أيوة. زعلتيها ازاي؟ ابقى اسألها وهي تقولك. عن إذنك يا أستاذ جلال. في حد تاني يا دكتور؟ لا طبعا. أمال مترددة ليه؟ الجواز ده قرار خطير محتاج لتفكير وتدبير، ده حاجة مش سهل. تفكير طويل وأنا ابتديت أخاف. نفسي في ورق عنب يا ماما، عاوز اكل ورق عنب يا ماما، وحضرتك تروحي تتغدي بره. يا ماما انا ما كنتش عارفه انك انت هتعملي ورق العنب النهارده، وابقى علينا يا ستي، اللي ما تاكلش على الغدا هيتاكل في العشاء. اتغديتي فين يا فيفي؟ في المركز. لوحدك؟ لا مع الدكتور اسامه. مين الدكتور اسامه؟ ده زميلي في المركز، انت عارفاه يا ماما، ده اللي قعد ساعدني لحد لما سافرت على البعثه. اه ربنا يبارك له ويخلي له اولاده. ما عندوش ولاد يا ماما. ليه مش متجوز؟ لا مش متجوز بس نفسه يتجوز. ومستني ايه؟ مستني شقة هو آخر. يو يا ماما، هو انا كل ما اتكلم تقولي لي الشقة الشقة الشقة. بس 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 مستني موافقتك يا ست الكل. موافقتي انا؟ عاوز يتجوز؟ اه يا الف نهار ابيض، قولي لي اتفضل في اي وقت يعجبه. يا رب يا فاطمة. انا هقوم بقى اراجع كام كلمه كده اهو عايزه اقراها. ما تخافيش عليهم. ماما بطلي زعيق.
اسمعيني انا جاي اقول لك ايه. صاحبك الدكتور اسامه عايز يتجوزك. هو طلب اني اقابل والدتك. والدتك وافقت انها تقابله. خليه يجي هنا.